تعال. كل حاجة في مكانها ما اتغيرتش. طبعا. هو العفش القديم الأصيل الجميل ده ينفع يتغير؟ فاكر يا نادر؟ ما كنتش تحب تاكل أبدا على ترابيزة السفرة. لازم تاكل قدام التلفزيون. يا حبيبتي بس ده لما نبقى لوحدنا. لكن كنت أقدر أعمل كده لو في ضيوف وحتى لما العيال كبروا. أنا ما كنتش كبتاك ولا منعاك. بس الولاد كانوا بيلقطوا كل حاجة منك. ومفروض انك انت كنت قدوه. والحقيقه بقى مش بس الاكل اللي كنت بعمله غير مكانه. انت فاكره ارضيه المطبخ؟ اختش يا نادر. انا مش عارف المطبخ ده عامل لي ايه؟ مجنني على طول. انا همشي. انا ما صدقت اني اجيبك. في ايه؟ هو انت جايبني هنا عشان تعمل لي المسقعه ولا تسمعني كلام المراهقين ده؟ هو في احلى من كلام المراهقين ده؟ يا ريتها دامت. وبقى انت عارفه يا سوريا، اول ما جيت من مرسى علم ودخلت الشقه هنا ولقيت كل حاجه زي ما هي ما اتغيرتش، تاكدت ان احنا من جوانا سيبناها كده. عارفه ليه؟ عشان عارفين ان احنا راجعين لها تاني. المكان ممكن ما يتغيرش، سهل قوي يفضل زي ما هو، لكن الناس هي اللي بتتغير، وبتتغير قوي. يعني نادر وسوريا اللي هنا دلوقتي مش بتوع زمان. انا شخصيا ما اتغيرتش. انت بالذات يا نادر بقى، انت نادر التركي اللي انا اتجوزته ده، انت اتغيرت خالص، شكلا وموضوعا وطريقه وكل حاجه. يا حبيبتي عشان انت مركزه بس في سعاده السفير نادر التركي، ارجعي ورا شويه. أيام الجامعة يا سوريا، الشاب المطرقع اللي فاتح الدنيا كلها، اللي انت حبيتيه نادر التركي، هو ده نادر التركي اللي واقف قدامك دلوقتي. يعني ايه؟ أنا اللي كنت كابسة على نفسك ده اللي عايز تقوله؟ مش عايز أقول حاجة، أنا عايز بس أروح المطبخ أشوف حاجات المسقعة موجودة كلها ولا أبعت أجيب حاجة. يعني إذنك. الحمد لله لقيت كل حاجة موجودة. في حياة من غير مسؤوليات؟ في بيت بيتفتح من غير هم ومشاكل؟ لا طبعا يا حبيبتي، بس سيبيني اعمل مسقعة وكله هيبقى تمام. نادر انا مش عايزة مسقعة، انا عايزاك تقول اللي جواك، طلع اللي في قلبك. ده وقت الحساب اللي متأجل بيني وبينك، مش وقت مسقعة. انا عايزة اعرف عملت لك ايه عشان تسيبني؟ صدقيني يا حبيبتي المسقعة اهم من الكلام اللي هنقوله ده. تعالي نقطع البنجان بره، الجو بره احسن كتير. شوفي شوفي شجره التين ده وحشت ازاي؟ اخر مره شفتها امتى؟ كنت متخيل انها تبقى قد كده؟ تعالي يا سوريا تعالي نقعد تحت هنا. تعالي يا سوريا اتفضل. اتفضل يا حبيبي. هو اي راجل فتح بيت مش لازم يشيل المسؤولية؟ ولا أول ما يزهق منها يقلب الترابيزة ويخلع؟ يا حبيبتي أنا ما كنتش عايز المسؤولية دي، أنت اللي ورطتني فيها يا سوريا. ورطتك؟ سوريا فاكر لما كنا متصاحبين أيام الجامعة قلت لك أنا مش بتاع جواز يا سوريا، أنا بتاع انطلاق، بتاع مزيكا، بتاع طبخ، لكن جواز لا. وانت تقولي لي طبعا يا حبيبي جواز ايه؟ احنا اللي بينا ده اهم من اي جواز، وفي احلى في الدنيا من الحريه. كنت عيله صغيره مش عارفه بقول ايه. وبعدين احنا فضلنا متصاحبين اكتر من 5 سنين، والشله كلها كانت بتعاملنا على اننا متجوزين. امال ليه رجعت تعيط وتقولي لي لازم نتجوز يا نادر؟ ماما قاعده تزن عليا اعمل ايه؟ فلان عايز يتجوزني.
علان شافني في النادي وجايب امه وجاي يخطبني يجوزني. يجوزني يا نادر، ومش هتحس انك متجوز، هنفضل متصاحبين زي ما احنا كده، مفيش مسؤوليات ولا اي حاجه. انا كنت صادقه في كل كلمه بقولها، لكن الحياه طلعت مش كده. انا ذنبي ايه؟ ذنبك ايه؟ لما تكتشفي انك حامل في الشهر الخامس يبقى ذنبك ايه؟ وطبعا الدكتور لا يمكن يجد. معلش يا نادر، نتجوز يا حبيبي وخلاص، هنجيب واد واحد واد نلعب بيه ونسميه نادر، ووافق ويجي مراد. هشتك يا ابو مراد، دلع يا ابو مراد. وبعد شويه الواد ما ينفعش يفضل وحيد كده، شوف كل قرايبنا عندهم اخ واثنين وخمسه. انا عايز اقول بس، او بتحت اي حاجه نخاوي الواد يلعب بدل ما يطلع متعقد. ووافق، ومش يجي واحد اثنين وثلاثه واربعه. ونادر التركي الشاب المترقع اللي بيحب الدنيا تحول لابو العيال اللي حامل المسؤوليه والهم والغم، وكلكم وشغلي بقاكم تاني لما تصممي وتصري ان احنا نقدم في امتحانات الخارجيه. بقول لك سوريا، انا ما بحبش الوظيفه، انا بتخنق من الوظيفه، ما اقدرش البس كرافات. انا قلت له معلش يا حبيبي، هنقدم سوا وانا وانت ندخل الامتحان ونبقى سفره، هو ده هيبقى هي تبقى وظيفه؟ ده هنتفسح في الدنيا كلها، مش هنحس بوظيفه ابدا. وتطلع نتيجه الامتحان وانجح انا وانت تسقطي، واقول الحمد لله. يلا بقى يا حبيبتي نخلع من الوظيفه، وانت ابدا. انا مستفير، المنع بقى حرم سعاده السفير. وتصممي ان انا اكمل وادخل الخارجيه والبس الكرافته وحفلات السفاره والنفاق. يا سوريا، 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 انت زعلتي؟ يعني هو ده كلام جديد يا حبيبتي؟ ما احنا عارفينه ده. يا سوريا، مش انت اللي قلت لي طلع اللي في قلبك؟ كده يا سوريا، كده تخليني اقول الكلام انا ما كنتش عايز اقوله. يا حبيبتي انا جايبك هنا عشان اعمل لك صينيه المسقعه اللي انت بتحبيها وابسطك، مش ازعلك واخليك تعيطي كده. غلطت لما حبيت اخليك سفير محترم واعظم راجل في الدنيا. غلطت لما حبيت اعمل لك بيت هادي وعيله جميله. كنت هتبقى مبسوط يا نادر لو وصلت للسن اللي انت فيه ده، ما عندكش حياه وما عندكش اولاد. انت انا عمري ما ندمت على البيت والاولاد. سوريا، انا كل اللي كنت عايزه ان احنا نبقى سوا من غير ما اخسر حياتي اللي انا عايز اعيشها. نادر، ما حدش بياخد كل حاجه، كل حاجه وليها تمن. البيت والعيله التزام، حريتك يبقى تبيعنا، وانت اخترت حياتك وبعتنا. انا بعتكوا؟ ايوه بعتنا، سبتنا ومشيت، رحت اخر الدنيا. وما تقولش قلت لنا تعالوا معايا، نيجي معاك فين؟ في الصحراء. سوريا، انا لو كنت فضلت معاك وانا ساعات السفير بخنقه الكرافته وبروتوكولات السفاره كنت كرهت نفسي. اللي يكره نفسه يا سوريا ما يعرفش يحب حد ولا حتى اولاده. كنت بقيت اب وحش، اوحش من الاب اللي مش عاجبك دلوقتي ده. ولا فكره سوريا، انا عمري ما نسيتكم. انا كنت دايما بسال عليكم وبطمن عليكم وبزوركم، بشوف كل طلباتكم، واي حد بيطلب حاجه انا كنت بجري اجيبها واكتر منها كمان. مش فلوس يا نادر، مش توفير طلبات. الاب مش محفظه، الأب لازم يبقى موجود. ما ينفعش أبقى أم وأب مع بعض، ما ينفعش. يا
الدنيا كتمانه. انا اروح افتح الشباك. مش هتعمل لي المسقعه ولا ايه؟ طب انا يا سوريا غلطت لما سبتكم ومشيت، بعتكم زي ما بتقولي لما رحت اشوف حياتي وحريتي. انت بقى ما غلطتيش. غلطت في ايه؟ لما يبقى كل المشاكل دي عند الاولاد وما تبلغنيش، ما تشركنيش في حلها. لما هدى مثلا بتروح لدكتور نفساني وانا ما اعرفش. كنت قلت لك كنت هتعمل ايه؟ كنت هترجع؟ كنت هتسيب حياتك اللي هناك وتقرر تقعد جنبنا؟ كنت هعمل اللي اعمله، بس ما يبقاش كل المشاكل دي والدنيا خربانه وانت فهمان الدنيا ورديه وكل شيء تمام. ما انا لو كنت شايفه ان هو هيغير حاجه لو انت عرفت كنت هخبي عليك ليه؟ لا يا حبيبتي، انت ما كانش يهمك غير حاجه واحده بس، التحدي. عايزه تفهميني طول الوقت ان انا ماليش لازمه، ان زي قلتي موجود ولا مش موجود مش مهم، انت لوحدك تقدري تسوق الدنيا كلها. ليه عيله؟ عقلي صغير للدرجه دي؟ امال تفسريها بايدي يا سوريا. نادر سيبك من حكايه المسقعه، تعالى روحني، انت تعبان وانا كمان تعبانه. احنا لسه ما خلصناش الكلام، مش انت اللي عايزانا نتحاسب؟ لا كفايه كده، انا عايزه اروح.